السلام عليكم، معكم لطيفة من قناة Everything with Lola. كنبغي نبارك لكم مرة ثانية العيد، وكنقول لكم توحشتكم بزاف بزاف بزاف. أكيد 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 كنتوحش نشوفكم، ولا قلت كنتوحش نشوفكم، فأنا ملي كنكون قدام الكاميرا يعني كنشوف الكاميرا فكنحس أنني فغيمون بحال كنشوفكم، فكنقول لكم توحشتكم بزاف وهنا رجعت لكم. اليوم بعد تفكير يعني قررت أنني ندير لكم واحد الشاي للتخلص من السموم، أو شاي ديتوكس كيف ما كيتسمى، بمكونات متواجدة عندنا في البيوت ديالنا كاملين، يعني مكونات بسيطة ماشي كثيرة. فأكيد أكيد علاش أنا فكرت في هذه الفكرة هذه، ففي رمضان ما شاء الله الموائد ديالنا كتكون غنية بالسكريات والدهنيات، وطبعا بعد العيد كيكونوا العرضات فكذلك سكريات ودهنيات أكثر، فقلت علاش لا ما نتقاسمش معكم هذا الشاي هذا. فهاد الشاي هذا ممكن تستعملوه لمدة ديال 14 يوم متتالية من بعد انتم تقروا. فهو هذا الشاي هذا مزيان بزاف لتخلص من السموم ولتنقية الجسم من الداخل، وكذلك فهو مع الى داومتوا عليه بزاف فهو كيخليكم تنقصوا من الوزن. فالناس اللي ما باغينش يخسروا الوزن، باغيين غير فقط ينظفوا الجسم ديالهم، فاستعملوه لمده 14 يوم متتاليه كيف قلت لكم، ومن بعد ديروه مره في الاسبوع او مره كل اسبوعين، انتم تقروا شنو اللي بغيتم. يعني انا كنصح مره كل اسبوع يكون احسن. اللي باغيين ينقصوا من الوزن فممكن تستعملوا، فطبعا ما كيبانش يعني ما كتنقصوش الوزن داك الساعة يعني او من بعد 14 يوم، فهو مع الوقت فهو كيمكننا اننا نخسروا الوزن ديالنا. علاش انا جاية في هذا الجنب هذا، بغيت غير نوريكم هذاك الرابوز، ما عرفتش واش كيبان لكم ولا ما كيبانش لكم. وكنقول لكم العيد صغير داز، العيد كبير هو قرب. الوغ دابا غادي ندوزو نشوفو شنو هما المكونات ديال هذا الشاي هذا ديالنا، ولكن قبل غادي نقول لكم الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش تشتركوا مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده، ما تنساوش ديروا لايك الفيديو باش تشجعوني ونعرف ان الفيديو عجبكم، وما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي على اليوتيوب Everything with Lola باش يوصلكم دائما جديد القناه، ولا ننسى صفحتنا على الفيسبوك Everything with Lola. والان مع الشاي ديالنا. لهذا الشاي هذا ديالنا اول حاجه غادي نحتاجوا لها هو العسل، فاحنا كاملين كنعرفوا الفوائد ديال العسل، والاكيد اكيد مادام انه مذكور في القران فالفوائد ديالو عديده، ولكن لا باس انني نذكركم من بعض الفوائد ديالو. فالعسل هو مضاد للفيروسات، مضاد للبكتيريا، مضاد للاكسده، كينجينا من الحساسيه، مزيان للبرد، مزيان الكحبه، مزيان بزاف ديال الحوايج. ولكن اهم حاجه بالنسبه لينا في هذه الحاله هذه هو انه كيعالج اضطرابات الجهاز الهضمي، وكي ينقص من نسبة الحموضة الزائدة في المعدة، وكيخلي الأمعاء ديالنا تخدم مزيان بالدارجة. الوغ غادي نحتاجو ليه معلقة، غناخدو لو ماك ديالنا، غادي نحتاجو معلقة، نحاولو أن يكون عندنا عسل طبيعي. حاجة أخرى أنتم إلا شفتوني أنا كنستعمل هادو الكويير اميزوري، علاش ماشي ممكن نستعملوا ملعقه عاديه، ولكن العسل من الاحسن اننا ما نستعملوش ملعقه ديال لاسيه ديال اينوكس، لانه كيفقد الخصائص ديالو. فنستعملوا يا اما ملعقه ديال البلاستيك يا اما ملعقه ديال الخشب، المهم تكون عندنا ملعقه كبيره. ثاني حاجه غادي نحتاجوها هو خل التفاح، غادي نحتاجوا ملعقه ونصف من خل التفاح، فانا غنحاول نعبر بهذه كل شيء. خل التفاح هو كذلك غني عن التعريف، فهو يعني في الحاله ديالنا فهو كينقص من كيساعدنا على التخلص من السموم الموجوده في الجسم، كيوازن لنا درجه الحموضه في الجسم يعني البي اش، وكذلك كيمكننا من اننا نفقد من الوزن، وطبعا فله خصائص عديده وعديده. ثالث مكون غادي نحتاجوه فهو الكركم او الخرقوم البلدي، فاحنا غناخدو قبيصه صغيره، ف
فغادي نديرها هكذا. فانا هاد المعلقه غادي نخليها في الاخر، غادي نخلط بها. فالفوائد ديال الكركم حتى هي كتعرفوا فهو انتي انفلاماتوار، مضاد اي ما عرفتش شنو هي بالعربيه، فهو كيسهل عمليه الهضم. ليه فوائد اخرى كانه يقي من السرطان، من الديبريس لا ديبريسيون، المهم يقي من السرطان. في الحاله ديالنا فهو كيساعدنا على الهضم. رابع مكون غادي نحتاجوه فهو فلفل سودانية. الا ما بغيتوهاش ما تستعملوهاش، ولكن حتى هي مزيانه في هذه الوصفه ديالنا، فهي حتى هي غناخذ قبيصه صغيره فما كتحسوش بها لان ديجا كاين العسل فهو كيحلي. فهي شنو الدور ديالها؟ فهي تمكننا من افراز اللعاب اللي هو كيسهل لنا عمليه الهضم. كتمكننا حتى هي كذلك من التخلص من السموم في الجسم، وكتمنى كذلك كتمكننا كذلك من فقدان الوزن. فلهذا الشيء هذا بطبيعه الحال احنا كنحتاجوا الماء يكون طايب او لا دافي، المهم ما يكونش بارد. كنعمروا الماج ديالنا، كنحركوا مزيان، واخر عنصر كنضيفوه فهو الحامض. فهو كذلك كنعرفوا الفوائد ديالو، فهو غني بالفيتامين سي، وكذلك كيمكننا من خساره الوزن، وكيسهل اعاد عمليه الهضم، وكذلك كيمكننا من التخلص من السموم. فهو كنديروا هكا شريحه واحده في الاخر. هذه هي الوصفة ديال اليوم. شكرا على المتابعة والسلام عليكم.